ابتسامة ورحم. هؤلاء الشهداء هم الذين وضعوا أسس الحضارة. مر الشهداء الصاعدون، سلام على المآذن وهي تنير دروبهم نحو السماء، سلام على الأجناس وهي تودعهم بالورد والحسرات، وسلام على وطن هذه الشهادة. ورغم صعوبة هذا الزمن ستبقى تلوح رايات الوطن، ونسمع ردع النداء، سلام على وطن الشموخ، سلام على الأردن العظيم. لما هنا كنا أستذكر في هذه اللحظة تلك الأرواح المجهولة أصحابها. قبل عام من الآن تشرفنا بالتكليف بأن نصل إلى القدس، إلى مقام النبي صموئيل، إلى مقبرة صموئيل محمود، حيث في عام 96